وحشة جدا. بص بص بص، يا نهار ابيض، لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف ان محدش عارف يقدر عدد الاصابات اللي جوه دلوقتي؟ مفيش خالص، محدش عارف يقدر حاجة ولا اصابة ولا اي حد، مفيش عارف، مفيش معلومة. لا حول ولا قوة الا بالله. في المصانع، في المصانع يا جماعة، في مصنع كيميكالز، كيماويات، في ال يا نهار أبيض. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني ارجع عشان خاطر ريحة ارجع عشان خاطر ريحة الكيماويات دي. طبعا بص، مدير الأمن وكل الناس موجودة. بص تاني تاني، يا رب يا رب، اللهم أجرنا من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة ريحة الجو بقت وحشة جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب يا رب يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله. مشكلة البراميل كل ما تلمس نار تنفجر بطريقة غريبة جدا، وريحة الجو بقت وحشة. يعني يا جماعة حاولوا اتجاه الدخان ده ناحيته يحاول يقفل شبابيك دلوقتي. ريحة الدخان دي كلها كيميكالز عشان الأطفال. اللايف عندك جميل يا جدع.